بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ميعادنا مع درس مختلف شويه، كان مشكله ناس كثيره بتعاني منها. احنا في الانتراكتيف جريد لما بنيجي نضيف رو، انت ما تكون واقف على اي رو وتيجي تضيف رو، بتضيف بعد اللي انت واقف فيه. تمام؟ لو انت عملت كده تاني، لو انا اخترت ريسيرش وعملت رو بيضيف بعديه، ودي مشكله. فانت قدامك انت كيوزر الافضل انك تضيف الريكورد بعد اخر ريكورد، او ممكن تضيف في الاول على حسب ما انت عايز. المشكله انت مش قادر تتحكم، لان انت على حسب ما انت محدد هو هيضيف، بيضيف بعد اللي انت محدده. انا حددت اكاونتنج كده وعملت ادرو هيضيفه. طب ينفع اضيف في الاول او اضيف في الاخر؟ اه ينفع. تمام، لو احنا اخترنا كده، ده كود انا هوريه لكم دلوقتي، وعملت نيو كده بيضيف في الاول حتى لو انت واقف في حته تانيه. تمام، حتى لو انت واقف في اي حته تانيه ده هيضيف في الاول، ده اختيار. ولو انت عايز تضيف في الاخر، حتى لو انت واقف او محدد اي حاجه تانية برضه هيضيف في الاخر. انا واقف عند اكاونتنج وضف في الاخر برضه. تمام، تاني انا واقف عند ريسيرش ولكن هو هيضيف في الاخر. الكلام ده هنعمله ازاي؟ لو احنا عملنا ايديت على الصفحه كده وشفنا الكود الاولاني الخاص بال اد رو اللي بيضيف في الاول، هو الكود البسيط خالص ده، ابيكس ريجون، وبضيف له الاستاتيك اي دي بتاع الريجون بتاعي اللي انا ببقى عامله من هنا يا جماعه عشان محدش يتلخبط. اهو الاستاتيك اي دي اهو، ده الكود، وهحط لكم الكود برضو. الكود البسيط ده بيضيف في الاول، يبقى الاولاني ده يا جماعه بيضيف في الاول ايا إن كان انت واقف فين هيضيف في الاول. طيب انا لو عايز اضيف بقى في الاخر، فلازم اكون عارف انا واقف فين وعارف اخر ريكورد وبالتالي اضيف عليه. البوتون التاني اللي هو ده عليه دايناميك اكشن جافا سكريبت، بالكود ده هبعته لكم برضه، بياخد الاستيتس بتاع اخر واحد وبعدين بيضيف بعدي. ده الكود اهو يا جماعه عشان تبقوا عارفين، برضه هبعته لكم. فالكود ده بيخليني اخد الاستيتس بتاع اخر ريكورد، تمام، وبعدين اضيف بعدي. فايا كان انت واقف فين هو برضه هيضيف في الاخر. تمام كده، واحد المشكله يا جماعه، موضوع سهل وبسيط. واحنا عارفين طبعا ان احنا نقدر نضيف رو عن طريق جافا سكريبت، كود جافا سكريبت البسيطه اهو، عن طريق ان احنا بنستدعي الجيت اكشن بتاع الانتراكتيف جريد والانفوك حاجه اسمها رو اد رو عشان يضيف لي صف جديد. تمام، وطبعا في طريقه ان انت لو انت عايز الاد رو ده او البوتن ده يبقى مكان ده، له طريقه يبقى نعملها في درس تاني. ولكن انا دلوقتي كل اللي انا بفكر فيه ازاي اضيف ريكورد في الاول، تمام، او اضيف ريكورد في الاخر، بدل ما الطبيعي ان هو بيضيف بعد اللي انت واقف عليه. واضح كده الفكره يا جماعه؟ وان شاء الله الكود ده هيبقى في الكومنتات ان شاء الله. السلام عليكم.